موضوع إيواء الأطفال المهاجرين غير المرفقين في قلب اهتمامات اجتماع تنسيقي جهوي نظم بوجدة بمبادرة من محكمة الاستئناف بالمدينة. هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، وتعلمون جيدا أن قضية الهجرة تكتسي أهمية كبرى لدى جلالة الملك نصره الله، وتعد من إحدى المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة في بعدها القانوني والحقوقي. المشاركون في مداخلات مستفيضة سلطوا الضوء على ضرورة البحث عن الوسائل واتخاذ التدابير المناسبة لدعم وضمان حماية حقوق الأطفال المهاجرين غير المرفقين. لقاء اليوم هو لقاء مهم جدا، لأنه سيدرس لأول مرة في هذه المنطقة أهمية إيواء الأطفال المهاجرين غير مرفقين بالنظر إلى خصوصية المنطقة باعتبارها منطقة عبور. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الشراكة بين اليونيسف ورئاسة النيابة العامة في مجال حماية الأطفال المهاجرين غير المرفقين، ولا سيما برنامج هجرة وحماية الذي يهدف إلى ضمان حصول الأطفال المهاجرين على حقوقهم وفقا للمواثيق الدولية.